كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وكل امرأة مصرية طيبة النهاردة وبخير وبنجاح وتحقق دايما. النهاردة 8 مارس، 8 مارس ده اليوم العالمي للمرأة، العالم كله في اليوم ده بيحتفي بالمرأة كدلالة على الاحترام العام والتقدير لدور المرأة بتضحياتها وإنجازاتها في كل المجالات وعلى كل المستويات. الحقيقة أنه المرأة المصرية كانت محظوظة جدا بأنه في مصر لديها إرادة سياسية واهتمام كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ده الترجم على أرض الواقع لسياسات وبرامج وقرارات بتدعم المرأة وترسخ لقيم العدالة وتكافؤ الفرص. أعتقد أن المرأة دلوقتي بقت موجودة في كل المجالات وفي كل ميادين العمل، وبقت المرأة المصرية في وضع فعلا بيليق بمكانتها وتضحيتها ودورها اللي بتقوم بيه تجاه أسرتها وتجاه الدولة. لو جينا قارنا كده، عملنا مقارنة بسيطة في آخر 10 سنين مثلا، هنلاقي أن تمثيل المرأة في الحكومة كان مثلا في 2012 كان وزيرتين بس، دلوقتي عندنا 8 وزيرات. عندنا نسبة تمثيل للمرأة في منصب مثلا نائب الوزير يمكن توصل ل 27%، ونسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ يوصل ل 31%. فأعتقد أن المرأة برضو كانت على مستوى الحدث وعلى مستوى اللي بيحصل فعلا قدمت نجاحات كتير في المناصب اللي وصلت ليها، وفعلا قدرت صحيح. تسيب بصمة. الموضوع مش بس مجرد أنها تبقى متواجدة وخلاص صحيح. لا لا خالص، هي سايبة بصمة في المكان، وده نتيجة لكفاءتها فبقت مطلوبة. لو كملنا على الكلام اللي انت قلتيها منا، يعني شفنا مرأة أو وزيرات بيشغلن منصب الوزير كمان في البرلمان، حصل طفرة كبيرة جدا في البرلمان المصري، والبرلمان أو مجلس النواب هو ده اللي بيمثل الشعب المصري، بيمثل كافة الأطياف، مش بس تمثيل إن يبقى في حضور للمرأة، لا في حضور فاعل ومؤثر في الحياة السياسية. إحنا كمان كان عندنا زمان 9 نائبات فقط في مجلس النواب تحديدا سنة 2012، دلوقتي عندنا 165 نائبة، من 9 نائبات إلى 165. كمان في مجلس الشيوخ كان في 12 مقعد فقط مخصص للمرأة، دلوقتي احنا بنتكلم على 41 مقعد. ده غير تمكين المرأة كمان في مجالات مختلفة، من مجال السياسة إلى مجال القضاء. كمان دلوقتي عندنا حوالي 130 قاضية بتجلس على منصة القضاء العادي، و17 وكيلة نيابة، و137 قاضية في مجلس الدولة، وحوالي 1290 عضوة في هيئة قضايا الدولة. ده بلغة الأرقام. دي مجرد أمثلة سريعة، لأنه هنلاقي عدد كبير جدا من السيدات اللي أصبح لديهم تمثيل كبير في مجالس إدارات البنوك، شركات قطاع الأعمال، شركات أخرى متخصصة ومختلفة. المرأة في كل مجال موجودة وحاضرة وبيبقى ليها بصمة. ربنا يزيد ويبارك. عايزين أكتر وعدد أكبر وننبسط أكتر وتواجد أكتر للمرأة، وإثبات أصلا كمان لوجودها وقدرتها على العمل، إنها بتعرف تقدر تبقى موجودة، تقدر تبقى مطلوبة، تقدر تطور من مهاراتها، وتقدر تأدي بنفس جودة وجود أي حد تاني موجود معاها في الشغل. النهاردة هيكون معانا حلقة خاصة عن المرأة المصرية، عن إنجازاتها، عن دورها العظيم، وكمان هيكون معانا قصص تحدي وحكايات ملهمة لنماذج مصرية كلنا بنفخر بيها. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.